قرر المؤتمر الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد ترشيح نبيلة منيب الأمينة العامة للتنظيم السياسي وكيلة للائحة الجهوية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات. وأقدم المؤتمرون خلال الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على ترشيح الأمينة العامة لحزبهم في صدارة اللائحة الجهوية المخصصة للنساء. ويأتي ترشيح نبيلة منيب على رأس اللائحة المذكورة بعدما واجهت صعوبات لإقناع مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي بترشيحها في صدارة اللائحة المخصصة للنساء. ويعد هذا الترشيح حسب مصادر من داخل تنظيم الحزبي دعما للأمينة العامة وردا مبطنا على مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي التي رفض غالبية أفراد لجنتها الجهوية ترشيح منيب وكيلة للائحة. وتعول نبيلة منيب على الأصوات التي سيحصلها مرشح حزبها على المستوى جميع الدوائر بجهة الدار البيضاء سطات قصد الظفر بمقعدها على مستوى اللائحة النسائية، بالرغم من أن العديدين يعتبرون ذلك مستحيلا في ظل وجود أحزاب كبرى تحصد غالبية الأصوات. وتوترت علاقة الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بباقي مكونات الفيدرالية حزب طليعة الديمقراطي وحزب المؤتمر الاتحادي، وهو ما دفعها إلى إعلان فسخها للعقد مع الحزبين ورفضها الترشح باسم الفيدرالية برمز الرسالة. ودخلت نبيلة منيب في وقت سابق في خلاف حاد مع رفاقها في الفيدرالية، مما دفع بأعضاء من الحزب الاشتراكي الموحد إلى إعلان تشكيلهم تيارا داخل التنظيم السياسي والبقاء ضمن الفيدرالية. وخرجت حركة شبيبة الديمقراطية التقدمية الدراع الشبابي للحزب الاشتراكي الموحد للإعلان عن انسحابها وانشقاقها عنها والاستمرار ضمن الفيدرالية، فيما اعتبرت نبيلة منيب هذه الخرجة مجرد قفزات معلنة عن تشكيل مكتب وطني لها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.